بتلاوة القرآن بكلام الرحمن الشيخ محمد أحمد الجوهري من جمهورية مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا.
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا لا تخلف الميعاد بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض
هارون اذان کہیں بیٹا